السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون، نستهلها كما العادة بالعناوين الرئيسة. بأديس أبابا جائزة إفريقية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله فراه نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادرته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. وفي ختام أعمال القمة العربية بالجزائر، إشادة لمجلس جامعة الدول العربية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية القدس الشريف. وضمن النشرة، وفي إطار فعاليات الأيام الجامعية للإعلام والفن، نظمت جائزة العيون الكبرى لأفلام الطلبة، جائزة موجهة لمختلف شباب وطلبة الجامعات بربوع المملكة. وضمن النشرة لاحقا ببجدور، نتابع تقدم إعداد المشروع الهيدروفلاحي أحد مشاريع النموذج التنموي الأقاليمي الجنوبية والمنجز على مساحة 1000 هكتار من تراب جماعة أجريفية. ولاحقا ضمن النشرة نتابع تشيع جثمان الراحل الحبيب أيوب عوبة أحد مؤسسي وقيادي سابق بجبهة البوليساريو الذي وري جثمانه الثرى اليوم بمنطقة إتفاريتي بسمرة. أهلا بكم. ويحضر معي ضيفا في البلاطو الأستاذ عبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي إعلام اتصال بالرباط، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة، ولنعود لك في سياق هذه النشرة. بتكليف من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تسلم رئيس مجلس النواب السيد راشد الطالب العالمي اليوم الثلاثاء بأديس أبابا جائزة إفريقية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادرته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي منحتها إثيوبيا، وسلمها رئيس الوزراء الإثيوبي السيد أبي أحمد خلال حفل هام أقيم بمناسبة انعقاد أول قمة إفريقية للشباب ما بين 29 أكتوبر المنصرم وفاتح نوفمبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية. عبد المجيد الحلوي والتفاصيل. إثيوبيا الدولة المحتضنة لمقر الاتحاد الإفريقي تقرر تكريم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه باعتباره واحدا من الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، فجلالته قدس الله روحه هو مصدر إلهام الأجيال الشباب قصد تجديد الريادة الإفريقية. ورغم مرور السنين، العالم لن ينسى ولم ينسى قائدا ملهما دافع عن إفريقيا، عن ازدهارها وتحرر شعوبها. هو تقدير استثنائي من إثيوبيا ومن رئيس وزرائها أبي أحمد لملك مغربي دافع عن إفريقيا بكل ما يملك من حكمة وتبصر وشجاعة. تم تكريم جلالة المغفور له الحسن الثاني لوحده من شمال إفريقيا باعتباره أحد المؤسسين والذين ساهموا بشكل إيجابي، وحسب التقديم الذي تقدم به أمام المؤتمر أن لعب دورا كبيرا في تدوين بمجموعة من الخلافات ودعم التحرر الشعوب الإفريقية من الاستعمار الأجنبي، مناسبة التي تنظم فيها إثيوبيا أول مؤتمر شبابي للشباب الرائد في إفريقيا، والتي تشارك فيها 54 دولة، يعني الدول المعترف بها رسميا من طرف الأمم المتحدة، وهذا فيه تحول كبير جدا واعتراف بالمجهود التي يقوم بها المجهودات التي يقوم بها المغرب. إن شجاعة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في الدفاع عن إفريقيا الموحدة والمحررة استلهمها من والده محرر البلاد جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي استضاف عام 1961 بالدار البيضاء اجتماعا للزعماء الأفارقة قصد تحقيق حلم الوحدة الإفريقية. وبفضل هذا الاجتماع خرجت منظمة الوحدة الإفريقية للوجود عام 1963 واختير لها مقرا العاصمة الإثيوبية
أولمبيا أديس أبابا. ومنذ ذلك الوقت والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في صفوف المناصرين لإفريقيا، ويسير على نهجه وارث سره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يواصل تضامنه ونصرته للقضايا الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو المستوى المتعدد الأطراف، من خلال العودة إلى تنشيط أجهزة الاتحاد الإفريقي. أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ختام أعمال دورة 31 اليوم الأربعاء بالجزائر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية اتفاق الصقيرات كأساس لمسارات التسوية في ليبيا. التفاصيل مع عماد أمسمير. في اختتام أشغال الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر، أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. ونوه القرار بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف مباشر من جلالة الملك لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم. كما رحب القرار بتسديد المغرب لمساهمته المالية في صندوقي الأقصى والقدس. من جهة أخرى، عبر إعلان الجزائر الصادر عن القمة عن دعم لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك، وكذا دعم دور أنشطة وكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم العون للمقدسيين. وقد أبرز تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المرفوع إلى القمة بشأن العمل العربي المشترك أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف بتاريخ 11 من شتنبر الماضي، والتي خصت رعاية 10 مدارس في مدينة القدس المحتلة إلى جانب المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة التي قدمتها المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية إلى السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة. كما ثمن التقرير الوساطة المباشرة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس والولايات المتحدة الأمريكية، والتي مكنت من الاتفاق على الفتح الدائم للمركز الحدودي اللمبي الملك حسين، والذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم. الدور وأهمية الجهود التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المركز القانوني لمدينة القدس، وكذلك دعم ساكنتها من أجل الصمود. القرار الصادر عن القمة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا أكد على أهمية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات عام 2015 كإطار عام للحل السياسي للأزمة الليبية، ودور هذا القرار في جهود المضي قدما لوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما رحب القرار باللقاء الذي احتضنته المملكة المغربية في 21 من أكتوبر الماضي بمدينة الرباط بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للخروج من الانسداد الدستوري وضخ ديناميكية جديدة في الحوار السياسي الليبي الليبي. كما ثمنت القمة العربية بالجزائر البعد الإنساني الذي يطبع تعاون المملكة المغربية مع الدول العربية التي تحتاج دعما استثنائيا ملحا. كما عبر القادة العرب في القرارات التي صدرت عن القمة عن تقديرهم البالغ للدور المغربي في هذا المجال، وأشادوا بالخصوص بالمساعدة الطبية وبالدعم في المجال الصحي والتكوين الطبي الذي قدمته المملكة المغربية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية القمر المتحدة. كما أعربت القمة عن تقديرها العالي للدعم المالي الذي خصصه المغرب لليمن في سياق برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في هذا البلد.
ساهم المغرب في إيجاد الأرضيات المناسبة والتوافقية لصياغة مشاريع القرارات سواء في شقها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من ضمنها مشروع يدين طبيعة الحال التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة أو محاولة زعزعة استقرارها وأمنها. كما أبرزت القمة في القرارات التي توجت أعمالها بالجزائر أهمية مواصلة الاستفادة من تجارب وخدمات مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية. ورحب القادة العرب باستضافة المغرب لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا. ويعكس اختيار المغرب كشريك في إنشاء هذا المكتب الاحترام والثقة التي تحظى بها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين في جلسة أمس تميزت بعدد من الأسئلة التي همت قطاع الفلاعة والصيد البحري والصحة، لنتابع. إن الفئات الأكثر تضرراً من الوضعية التي اجتازتها بلادنا تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا التي تزامنت مع حالة الجفاف المستمر، فئة الفلاحين الصغار والمتوسطين ومربي الماشية الذي كانوا في الصفوف الأمامية إبان الجائحة وبفضلهم استقر تزويد السوق المغربية بجميع المواد الغذائية، لأن هذه الفئة تعاني الآن من ارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى الارتفاع المهول في أسعار ضروريات الإنتاج الفلاحي ومن أثمنة البذور والأسمدة وعمليات الحرث والزراعة. ثانياً اندثار وإتلاف مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة بفعل توالي سنوات الجفاف، الخروقات منها المحسوبية والزبونية التي تعرفها برامج الدعم المقدمة لهذه الفئة في غياب سجل الفلاحي، تفاحش الفوارق المجالية في ظل سياسة تكريس الفوارق بين المناطق على أساس موارد الطبيعية. خامساً ارتفاع أسعار المواد العلفية الأساسية التي أدى إلى تضرر مربي الماشية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ونخص بالذكر كسابة المناطق الجنوبية الذين يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات ومن ارتفاع ضرائب المفروضة على سيارتهم ذات الدفع الرباعي التي تفرضها عليهم ضرورات المنطقة وتضاريسها. فالظرفية بحال اللي قلنا صعبة، والعامل الصعب في هذه الظرفية هو الجفاف، وأكثر يعني بالنسبة للقطاع هو الجفاف اللي صعيب باش تلقى له يعني الحلول في هذه الظرفية. وما خصناش نكونوا غلطين، لأن الحوار على الماء خص يكون نطرحوه على أسس صحيحة. سيبوزو احنا كاع هذا الماء ما استعملناش هاد السنين، هذا راه كان ما غيبقاش لك اليوم، لأن الشتاء ما كايناش هذه سنوات، ما كايناش هذه سنوات، راه واخا السنة ديال 2021 كانت 2020 و21 كانت مزيانة، ولكن ما عمرتناش السدود، راه هذه عدة سنوات. دونك خصنا نطرحوا هذه المسائل على واحد الاخر، صح ما نساقوش على هذاك الشيء اللي درنا في مخطط المغرب الاخضر، هو اللي كيخلي بلادنا اليوم عندنا الامن الغذائي ديالو. قولوا لي شنو هي البلاد اللي راها مرتاحه بالنسبه للتغذيه ديالها وبالنسبه للاسواق ديالها اليوم؟ اعطيوا لي شي 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 مثال بما فيها الدول الاوروبيه. كيفاش ديك الصادرات اللي طلعت؟ علاش راه اليوم داك الشيء اللي ما كانش كيتصدر كيتصدر؟ علاش؟ لان ما عندهاش، ما تقدرش تنتج. فيعني غير كل شيء، هذا الشيء اللي قلته معقول، ولكن خصنا نوضعوا النقاش على اسس ومعطيات اللي هي صحيحه. فالحوار القطاعي ان شاء الله احنا غاديين فيه، غادي نوصلوا، احنا كنتواصلوا مع جميع المكونات المهنيين، راه كنشوفوهم كل اسبوع، والممثلين الاخرين احنا غادي نفتحوا معاهم النقاش. ف ان شاء الله البرنامج الوطني ديال الماء راه شاد الطريق ديالو، دابا الرؤيه راه كاينه ديال الحكومه، التحليه ديال مياه البحر كما قلت لكم الداخله احنا بدينا فيها، قلميم احنا في هذا الناظور، الاخوان ديال وزاره التجهيز راهم خدامين على الدار البيضاء وعلى الناظور وعلى اسفي وعلى، كان واحد السؤال على هذا الشيء غادي نهضر عليه. البرنامج الحكومي عمل على جعل النضوء بقطاع الصيد البحري من الاولويات عبر اعتماد تدابير تساعد على خلق ازيد من 100,000 نصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاع الصيد البحري في الاسماك.
من استثمار هذه الثروة الطبيعية الممتدة لمساحة تقدر ب 1.2 مليون كيلومتر مربع على شريط ساحلي طوله 3500 كيلومتر وظروف مناخية ملائمة لتكاثر الثروة السمكية يصادف مسارها عددا من الإكراهات لا تساير الانتظارات المعقودة على القطاع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عصب نشاط المراكب وما تعرف عدد من الموانئ من فوضوية مرتبطة بتوقيت الخروج إلى البحر، فضلا عن احترام انتظام واحترام توقيت التفريغ، وكذا رغبة بعض المهنيين في تحقيق أكبر كمية مما يتسبب في إغراق الميناء بالأسماك والتي تفوق أحيانا الطاقة الاستيعابية للموانئ. سيد الوزير المحترم، نحن نعيش اليوم واحد المرحلة وفترة غير مسبوقة سيد الوزير، فترة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي خصوصا نتيجة الإغلاق ديال المصايف مصايد الصيد حتى الداخلة ديال الرخويات إلى 15-12. بغينا السيد الوزير نعرفوا من المتسبب في هذا الشيء، لان احنا عارفين عن عندكم الاليات ديال المراقبه. الشهر المحترم بانه الداخله ان شاء الله غادي نحلوا في شهر ديسمبر كما توقع، هذه هي المؤشرات اللي عندنا العلميه حاليا. ولا يجادل احد ان المؤسسات الصحيه خاصه تشكل دعامه اساسيه في تقويه وتعزيز المنظومه الصحيه لبلادنا، ويفترض فيها ان تشكل اضافه نوعيه في تحسين وتجويد الخدمات العلاجيه والاستشفائيه الى عموم المواطنين. فمع تطور الأمراض التي أصبحت تغزو مجتمعنا على مستوى جميع الفئات العمرية وأغلبها أمراض مزمنة وتحتاج إلى علاجات مكملة وطويلة الأمد وتداعيات كوفيد 19 التي زادت من تدهور صحة المرضى، نتفاجأ بارتفاع المصاريف العلاجية والاستشفائية في بعض المساحات الخصوصية دون معرفة أسباب هذه الأسعار الجد الباهظة مقارنة مع الخدمات الطبية المقدمة ومطالبة المرضى بالأداء نقدا بحجة عدم توفرهم على منظومة رقمية لبعض الشركات التأمين الخاصة والعامة. أولا تأهيل البنية التحتية ديال الصحية وتوسيع العرض الصحي وتجويده خاصة الوحدات ديال الصحة ديال القرب، وهذا بتعاون وشراكة مع مختلف المتدخلين سواء ديال التنمية البشرية، الجامعات الترابية، النسيج الجمعوي وغيره، وبرمجات إحداث مركز استشفائي جامعي في كل جهة للتخفيف من العبء على ديال التنقل ديال المرضى إلى المراكز الاستشفائية الجامعية ديال الجهات المجاورة. هذا نقطة جد مهمة بالنسبة غادي تسمح لنا حتى نقدروا نكونوا الأطباء والموارد البشرية كل جهة تكون على حسب الخصص ديالها. تسريع وتيرة التغطية الصحية من أهم التدابير كذلك اللي غتخفض لنا التكلفة حتى هي والعيب اللي كيبقى عند على المريض، لأن كما كنهضر على المريض ما كنهضرش على القطاع العمومي، كنهضر على القطاع العمومي والقطاع الخصوصي. قبل هذا الشيء قبل نهاية سنة 2022 في إطار الرؤية الملكية لتوفير الحماية الاجتماعية، كذلك الرماد اللي ما غيبقاش شيء غادي يولي تأمين إجباري على المرض، وفي هذه الحالة ما كيبقاش التمييز، كل شيء كيستافد بنفس الطريقة. في إطار فعالية الأيام الجامعية للإعلام والفن تحت شعار جيل جديد ومسيرة تتجدد، نظمت جائزة العيون الكبرى لأفلام الطلبة، جائزة موجهة لمختلف شباب وطلبة ربوع المملكة، حيث شارك أزيد من 30 فيلما، ليتوج الفيلم الفائز في حفل بهيج حضره ضيوف الملتقى وجهات رسمية وممثلي المجتمع المدني. تفاصيل أوفى في ريبورتاج سناء بنوي والمحجوب كزيزة. الفن في عيون الطلبة والشباب تجسد من خلال أعمال فنية من إنتاج شباب أحبوا الفن والإبداع من خلال مشاركتهم في مسابقة جائزة العيون الكبرى المنظمة ضمن فعاليات الأيام الجامعية للمدرسة العليا للتكنولوجيا، تشجيع الإنتاجات الفنية والمواهب العاشقة لفن السينما. كان فيلم باطيرة، كنا مشاركين بثلاثة ديال الأفلام، باطيرة هو لأن الجائزة ديال أحسن إخراج كيتكلم على البطالة والسبب ديال الناس اللي كتفكر في الهجرة، الأسباب كاملة متعلقة بالبطالة بصفة عامة. والحمد لله خدمنا في ظروف قصيرة، وحتى الماتريال باش خدمنا كان ملزم عليك تخدم غير بالتليفون، الماتريال اللي بسيط خاصك تخدم بك. مخرج العرض التربوي كفانا تنمرا اللي خدمناه في تراب جامعة أم الواد. الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم بجائزة العيون الكبرى لأفلام الطلبة، حزنا على جائزة لجنة التحكيم، الفيلم نال لجنة التحكيم، نال الجمهور،
كفانا تنمرا يعالج قضية التنمر في المؤسسات التعليمية في العالم القروي اللي تجبر بطلتها ابنة فم الواد. جميل جدا أن نتواجد بقسم مؤتمرات مع كل من الأساتذة الأجلاء المبدعين في مجال السينما والإبداع والفن لمواكبة الطلبة وإبداع الطلبة. الفيلم فيلم خاص بالطلبة. هذه التظاهرة القيمة تبعث الأمل في قلوب الطلبة وفي أذهانهم أنه الفن طريقة للتميز وطريقة للإبداع التي يمكن أن تجعل من الطلبة مواطن صالح في المستقبل. إبداعات فنية لاقت استحسان اللجنة لتحصد جوائز تشجيعية وتقديرية دعم لكفاءاتهم ومجهوداتهم. أعمال تناولت عدة مواضيع اختلفت في المضمون والصورة وتوحدت في حب الكاميرا والإبداع. أحسستني لين نضيف شيء للشباب وللطلبة، وكانت التفاتة مهمة من اللجنة المنظمة أنها تهتم بالأفلام ديال يعني أفلام الطلاب. بالنسبة للأفلام المقدمة كانت أفلام يعني جلها في المجمل أفكار رائعة، ولكن للأسف يعني الأغلبية كان ينقصها التكوين. ومن الأعمال اللي حقيقة يعني ثارت انتباهنا واللي كانت يعني الجائزة الكبرى من نصيبها هو عمل رولز اللي كان من طالب في المعهد السينمائي مراكش. يعني تقنيا من ناحية الحبكة السينمائية كان جد رائع. نشاط فني تضمن أيضا تكريم عدة وجوه قدموا الكثير للفن، خاصة الحساني من مخرجين ومنتجين وممثلين شاركوا في عدة أعمال فنية ليكرموا في هذا الحفل الطلابي إلى جانب تكريم بعض ضيوف هذا الملتقى. تواجدي بالعيون جاء بناء على تقديم ورشة للطلبة ديال الجامعة العيون من أجل شرح الأهمية ديال الرمزية وأهمية مقومات البناء الدرامي في بناء شخصية المواطن وبناء الهوية. تكريم لمسة من طلبة ديال والناس ديال جهة العيون، وهذا الإحساس اللي كنحسوه هو نحن نكرم، أنا شخصيا وأنا أكرم في مدينة العيون، عنده طعم خاص عندي. ختام الحفل تميز بتقديم عدة فقرات فنية، وكان مناسبة إذن لدعم المواهب والمشاركين والمهتمين بالمجال الفني خاصة المتعلق بالأفلام الفنية والوثائقية بحضور ضيوف مميزين. أعود إلى ضيفي في البلاطو الدكتور عبد اللطيف مصفية مدير المعهد العالي لإعلام الاتصال، أجدد الترحاب بك مرة أخرى. كيف تابعنا في الربورتاج، ربما كيف ترون من منطلقكم دور المؤسسات الجامعية الإعلامية في دعم هكذا مواهب كطلبة وإبراز ملكاتهم الإبداعية؟ طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، اسمح لي أن أهنئ طاقم قناة العيون وكذلك مديرها وكل التقنيين والصحفيين الذين يشتغلون باستماتة وتفانين في هذه القناة التي لها روح خاصة. قناة العيون اليوم تشتغل ولمدة لأكثر من 18 سنة، وكل هذه السنين أنا أعرف بحكم أولا المهني وبحكم كذلك الاهتمام الأكاديمي أن ليس من السهل أن تشتغل في تحت كل هذه الضغوط وتقدم يعني مضامين جادة، مضامين لها طابع من الهوية اللي كيجعل على أنه يكون مصدر فخر بالنسبة لنا جميعا. فهنيئا لكم لأنكم استطعتم أن تستمروا يعني بشكل جيد، وأن قناة العيون اليوم هي مفخرة لنا جميعا. طيب، حينما نتحدث عن تكوين هي آلية مركبة
لأنها تهيئ الموارد البشرية ليس فقط من جانب الإعداد من حيث القواعد المهنية وكذلك الأخلاقية، ولكن تعد الموارد البشرية من حيث الاستعداد الذاتي والنفسي لولوج سوق العمل. المؤسسات الإعلامية لابد لها من هذه الموارد البشرية المهيئة والمعدة بشكل جيد، من حيث الثقافة الإعلامية، من حيث امتلاك آلية العمل، ومن حيث كذلك الاستعداد الذاتي والنفسي للعمل. العمل الإعلامي عمل له طابع خاص، لأننا نشتغل تحت الضغط ونشتغل بأساليب أحيانا تجعلنا على أنه لابد من تقديم أحسن ما لدينا وفقا للأهداف المخططة، وفقا للخطوط التحريرية، وفقا كذلك لما نريد للمشاهد أن يستمتع به. نشتغل في مجال الإخبار، ولكن في مجال كذلك الترفيه وإسعاد أحيانا المواطن، وإسعاد المواطن ليس من السهل. نعم جميل. دكتور عبد اللطيف الصبيان، نرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ولنعودك في سياق هذا النشر. مرحبا. ودائما في إطار الأيام الجامعية للإعلام والفن المنظمة من طرف المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، تتوصل فعالية الملتقى من خلال ورشته التكوينية التي يشرف عليها ثلة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين في مهن الإعلام والصحافة. ربورتاج محمد أسند وبجمعة الزاوي. يشكل التكوين والتكوين المستمر أمرا ضروريا لتجويد العمل الإعلامي والصحفي على وجه الخصوص، نظرا لتطور الإعلام وتعدد وظائفه وحاجة الناس إليه. ومن أعراف التظاهرة الإعلامية بسلك التعليم الجامعي تخصيص حيز مهم للتكوين والتأطير في هذا الشأن. ورشة متكاملة أساسها التحسيس، طبعا قبل أن نتكلم عن الورشات التأهيلية المعمقة ربما تكون هذه بادرة أولى ستعقبها يعني اشتغال آخر بمنهجية أخرى، لكن على المستوى ما قدمته اليوم بشكل أساس فأنا حاولت رسم خارطة ما يسمى بالأجناس الصحفية لأنها مهمة جدا في تمثل العمل الإعلامي. أجرأت هذه الشراكة من خلال مجموعة من الورشات، في الحقيقة هو مكتسب لأنه يتم تبادل خبرات بين مهنيين وأكاديميين، وأيضا من أجل الحرص الشديد على خلق نوع من التكوين الجاد لأجل صناعة صحفي المستقبل الذين يفترض أن يكونوا مؤهلين إعلاميا ليمارسوا طبعا هذه المهنة بخلفية عالمة بمجال الإعلام وأدبيات الإعلام وأخلاقيات الإعلام. الأيام الجامعية للإعلام والفن بالمدرسة العليا للتكنولوجيا شكلت محطة للتأطير الأكاديمي في مهن الصحافة والإعلام عبر تواصل مباشر مع أساتذة ومهنيين ركموا من الخبرات ما يكفي لإنارة طريق طلبة وطالبات الأقاليم الجنوبية للمملكة في الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة. أتاحت لي الفرصة بالحضور للأيام الجامعية والتكوينية في حضور الدكاترة وأساتذة، يعطونا كم هائل من المعلومات اللي غادي نستافدوا بهم من هون لقدام في مسيرة دراسية وإن شاء الله في مسيرة الإعلامية إن شاء الله. أتحت لنا أن نعرف مجموعة من الورشات اللي من ضمنها الربورتاج التلفزي والصحافة المكتوبة، وأتحت لنا لفرصة ثانية أن نعرف نخبة من الأساتذة اللي عرفونا خلال مسيرتهم الدراسية على مجموعة من المحطات اللي ممكن احنا نستفيد منها كمتدربين إعلاميين. يبقى موضوع التكوين والتكوين المستمر رهانا حقيقيا تستحضره كل التجارب الإعلامية والمؤسسات المهنية للنهوض بمهن الصحافة والإعلام عبر أبوابه الأكاديمية. أعود إلى ضيفي الدكتور عبد اللطيف بن صفية، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. الدكتور، كيف ترون التطور في مجال الإعلام ومستوى التكوين للشباب الأجيال الصاعدة ودور المعاهد والمؤسسات الجامعية في هذا التكوين؟ بلدنا المغرب ولله الحمد راكمت تجربة كبيرة جدا في مجال التكوين الإعلامي. المعهد العالي للإعلام والاتصال يعني كونت تقريبا
2500 خريج منذ 1969 منذ إنشائه، لكن اليوم هناك مجموعة من المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة التي تشتغل في مجال التكوين. ربما أن هذا الكم الهائل اليوم الموجود في بلدنا لابد من أن تكون هناك خيط ناظم ما بين مؤسسات التكوين، وهو الأمر الذي نقوم به على مستوى المعهد العالي للإعلام والاتصال كأقدم مؤسسة عمومية متخصصة في المجال. نريد اليوم من خلال عملنا المشترك ومن خلال استراتيجية التعاون التي نريدها أن نتقرب من جميع مؤسسات التكوين في بلدنا. الهدف هو تجويد برامج التكوين وبيداغوجية التكوين وأهداف التكوين كذلك الإعلامي والتواصلي ما بين المؤسسات العريقة التي لها تجربة والمؤسسات الجديدة وربما الناشئة. إذن هذا ينطبق على ما قمنا به اليوم في مدينة العيون ومع شريكنا الجديد المدرسة العليا للتكنولوجيا. اليوم العيون وبحمد الله تعد من المراكز الجامعية الناشئة. نعرف على أن هناك مدرسة العليا للتكنولوجيا التي استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل كذلك يعني العمل في العمق للمسؤولين أنها تخلق مجموعة من التخصصات داخلها، لكن ننتظر كلية كبيرة جدا وبحجم كبير جدا هي كلية الطب والصيدلة والتي سوف ترى النور. إلى هذا القطب الجامعي الجديد بمدينة العيون سيعطي زخما جديدا للحركة الثقافية والحركة الإعلامية بالأساس. إذن مجال التكوين لا يمكن فصله عن هذا التوجه الجديد وهذا التطور الذي نريد له أن يستثمر في تجويد الممارسة الإعلامية بشكل عام. اليوم لابد أن نتحدث عن تنمية ترابية أو عن تنمية جهوية أو محلية أو وطنية إلا بإشراك وسائل الإعلام. لماذا؟ لأن هي المرآة. وسائل الإعلام هي المرآة اليوم التي تبرز للفاعلين العمل الذين يقومون به. اليوم نرى على أن هناك مجهود في العمق في مدينة العيون وفي الأقاليم الجنوبية، لا على مستوى البنية التحتية، لا على مستوى تهيئة المدينة، لا على مستوى كذلك ما يقدم للمواطن من خدمات إلى غير ذلك. لكن إذا لم يظهر هذا، إذا لم تبرزه وسائل الإعلام وهي التي تناط بها هذه المهمة، لا يمكن للفاعل أن يرى الجهد الذي يقوم به، لا على مستوى السلطات، لا على مستوى المسارح الخارجية، لا على مستوى المجتمع المدني، لا على مستوى الأحزاب، لا على مستوى المجالس المحلية إلى غير ذلك. فوسيلة الإعلام باعتبارها أن المرآة التي تظهر للجميع وهي التي تحدد مدار هذه العمل الذي يقوم به كل هؤلاء. ربما أنه اليوم ونحن نتحدث عن قناة العيون بما تقدمه من خدمات إعلامية وكذلك تحفيزية. لماذا؟ لأن العمل الإعلامي هو عمل تحفيزي في الأساس. حينما يرى المسؤول بأنه قام بعمل وهذا العمل له أثر، فربما أنه يفكر في المزيد. ونفس الإحساس ربما نلمسه لدى الجمهور حينما يرى بأنه أو يرى بأنه أشياء جيدة لصالحه وتخدمه تحصل وهكذا دواليك. فلما نرى أن هناك حصيلة جيدة جدا من الإنجازات على مستوى البنيات، على مستوى الخدمات إلى غير ذلك والتي تقدم ويطورها أو يعني تظهرها وسائل الإعلام، فهي بمثابة يعني هو إظهار الهدف الذي ربما أننا نصل إليه ويحفزنا على أننا ممكن أن نوظف أشياء أخرى لكي نضاعف هذه المجهودات ونضاعف هذه الخدمات. الدكتور عبد اللطيف مصفية المرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. نعم. تتعدد الأوراش المنظمة في الأيام الجامعية للإعلام والفن، من بينها الجانب الخاص بالإعلام الرياضي الذي أطره الإعلامي خالد ياسين، والمزيد من التفاصيل في ربورتاج محمد بتاح وبجمعة الزاوية.
خالد ياسين الصحفي والإعلامي المتألق الذي يعتبر أحد أعمدة الإعلام الرياضي بالمملكة والوطن العربي. زيارته الأولى لمدينة العيون تميزت بالإعجاب وكذلك ما رآه من نماء وتطور بهذه المدينة، يؤكد على المسار الكبير الذي تقوم به المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية. المجهود الذي تم تقديمه حتى يتم تشييد هذه البنيات التحتية، لا أتحدث عن الطرق، لا أتحدث عن المنشآت الحيوية في المدينة، فقط مجرد التفكير في الطريق السيار الذي يتم إنجازه والانتهاء من تهيئته، مجرد التفكير من كان يعتقد قبل المسيرة الخضراء أو حتى في السنوات الأولى أن هذا التحول سيطر على خارطة الصحراء المغربية، أعتقد اليوم لمن لا زال يشكك يجب أن يأتي إلى أرض الواقع من تلقاء نفسه. أكبر ربما المعارضين لمشروع المغرب في تبنيه لقضية الصحراء سيقف عند جوانب حقيقية ملموسة ويقول لنفسه ماذا أفعل أنا هناك في الجانب الآخر. زيارة خالد ياسين لمدينة العيون كانت فرصة لاستفادة أبناء المدينة من تجربة هذا الرجل والتجارب التي راكمها من خلال مجموعة من المحطات، وكانت فرصة للاحتكاك وكذلك تقديم مجموعة من الورشات في أيام التكوينية المنظمة في اللقاء الجامعي للإعلام والفن. اكتشفت طاقات رائعة جدا من الشباب تواقة لكي تصل إلى التميز، وهذا شيء مهم جدا. حينما تشعر أن هناك حوافز داخلية طبيعية عفوية تطمئن على أن الجيل القادم والجيل الحالي سيتميز من خلال ما عجزنا نحن عنه. هنا ليست سوى إضافة بسيطة متواضعة، أحاول من خلالها أن أسعى إلى إثراء الفكر وإثراء الحوار والنقاش حول الإعلام بصورة عامة والإعلام الرياضي، على اعتبار أنني شئت لأتحدث عن هذا الجانب الذي لمست من خلال لقاءاتي مع الشباب أنه يشعرون وكأنه قطاع مغبون ويجب أن يأخذ حقه. حاولنا بالطبع أن نعطيه حقه، أن نعطيه المكانة التي يجب أن يكون عليها في نفس مصاف القطاعات الأخرى. المنظمون لمثل هكذا ندوات وأيام تكوينية ستلعب دور كبير في تنمية العنصر البشري والرفع من مستواهم لمستقبل زاهر في الإعلام الرياضي والإعلام بصفة عامة. أعود إلى ضيفي الدكتور عبد اللطيف بن صفية. دكتور، ونحن نحتفل بذكرى المسيرة الخضراء، كيف ترون حجم التطور والتنمية الذي تشهد الأقاليم الجنوبية خاصة مدينة العيون؟ بالفعل أولا ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة، في الحقيقة كنت سعيد جدا وأنا أشاهد أمس حجم التطور وحجم الخدمات التي رأت النور بمدينة العيون. فقد زرتها منذ 8 سنوات، لكن حجم التطور كان كبيرا جدا، إلى درجة أنني كنت أولا يعني كان مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي، وأنا أرى حجم ملاعب القرب بجميع مستوياتها الصغرى والكبيرة. كذلك لاحظت بأن هناك مكتبة بلدية من الحجم من يعني المستوى العالي جدا، بناية ما شاء الله. لاحظت على أن هناك قاعة مغطاة، لاحظت أن هناك فضاءات عمومية رائعة جميلة جدا، لاحظت بأن هناك توسع عمراني يعني يحيي بأنه
التهيئة العمرانية ستكون في مستوى رائع إن شاء الله. هناك استعداد لكي تكون العيون قطب جامعي أكاديمي وعلمي من مستوى عالي. كل هذه الأشياء يعني لا بد من أنها يعني لا يمكن لشخص مثلي إلا أن يكون سعيدا وأن يفخر بهذه المجازات. وهذه ليس غريب عنا لأنها مبنية على رؤية، مبنية على حكمة وتبصر صاحب جلالة نصره الله، مبنية كذلك على استماتة، على تفاني، على العمل الجدي وفي العمق لجميع الفاعلين هنا بمدينة العيون، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين في الإدارة الترابية أو في المسارح الخارجية أو في الإعلام أو في العمل المدني إلى غير ذلك، أو الأحزاب السياسية إلى غير ذلك. كل هؤلاء لابد أننا يعني ونحن نثني عليهم، ربما أنهم يعني حقهم ما غاديش يكون وافي، لكن على أي حال حجم التطور هو يترجم كذلك مدى التفاني في العمل الاستراتيجي وفي العمل في العمق. لكن هذا الأمر هذا لابد من أن يواكبه إعلام قوي، إعلام كذلك يبرز مدى التطور ومدى العمل الجاد الذي نقوم به جميعا هنا. لماذا؟ لأنه قناة العيون استطاعت أن تؤسس لنموذج خاص بها، لنموذج إعلامي قائم على روح خاصة. هذه الروح التي استطاعت أن تجعل من الموروث الثقافي الحساني محور برامجها، محور أدائها الإعلامي، والذي يمتد إلى جميع القارات. اليوم العمل الإعلامي وصورة العيون والأقاليم الجنوبية من خلال قناة العيون ومن خلال الإعلام الوطني برمته استطاع أن يصل إلى جميع أنحاء العالم. اليوم كل واحد منا في كل مكان يعرف بأن مدينة العيون استطاعت أن تحقق ما لم يستطع أن يحققه أي أحد، وفي ظرف وجيز. وهذا وهذا يعني مصدر فخر لنا جميعا. دكتور عبد اللطيف بن صفيان، نرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. الورقة الفنية للنشرة من إقليم أسازاق، حيث انطلقت أمس أنشطة وعروض الدورة العاشرة من مهرجان أسا السينمائي، دورة اختير لها كشعار الاستثمار في السينما المغربية، حيث تحتفي هذه السنة بسينما الإسبانية. في التفاصيل غالي قرحي ومحمود الشركي. احتفالية رسمية تقص شريط الدورة العاشرة من مهرجان أسا السينمائي الذي يعد حدثا فنيا سنويا يحتفي بعديد الأعمال الإبداعية في الفن السابع. تظاهرة تتيح التنافس لعديد العروض خلال المسابقة الرسمية والأفلام الوثائقية الحسانية وأفلام البانوراما. لجنة تحكيم هذه الدورة أسندت رئاستها للإعلامية فاطمة الإفريقي، فيما وقع الاختيار على السينما الإسبانية كضيف شرف لهذه الدورة. المهرجان أسا الدولي للسينما والصحراء يصل دورته العاشرة من أجل تأكيد حضور داخل يعني الساحة السينمائية المغربية، واستضافة يعني دولة إسبانيا في هذا المهرجان هو تأكيد على أن المهرجان يطمح أن يكون موعدا سنويا دوليا يستقطب مجموعة المخرجين والمنتجين، وأسا يعني قبلة لكل السينمائيين. جديد الدورة هو عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وكذلك أفلام وثائقية حول التاريخ والمجال الصحراوي الحساني. شرف لي أن أكون رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة للمهرجان الدولي أسازاق للسينما والصحراء. أكيد ستكون مهمتنا صعبة لأن المشاركة متنوعة ومتميزة وفيها تجارب فنية وسينمائية تمثل كل جهات المغرب. أشكر منظمي المهرجان لأنهم منحوني هذه الفرصة، ليس فقط للاشتغال في إطار لجنة التحكيم ولكن أيضا لاكتشاف فعاليات هذا المهرجان، فقراته المتنوعة والمفيدة، وأيضا اكتشاف هذه المدينة الجميلة مدينة أسازاق.
فقرات المهرجان تشمل مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية وقوافل متنقلة بالهواء الطلق بالساحات والدواوير والجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن ورشات تكوينية بالمؤسسات التعليمية ولقاءات مفتوحة مع مخرجين ومذيعين سينمائيين. ندوة المهرجان يتناول موضوعها المنجز في الفيلم الوثائقي حول التاريخ والمجال الصحراوي وثقافة حقوق الإنسان. أنا فخور جدا لأنني لتاني مرة كنجي لأساتذاك، أساتذاك اللي أصبحنا كنحسوا بها بحنا مدينتنا، حنا ساكنين هنا ولينا حتى الساكنة كنعرفوهم. هذا المهرجان جعل الناس خارج يعني التراب الصحراوي كيعرفوا شنو هي أساتذاك. شكرا شكرا على الناس ديال المهرجان اللي تاحوا لنا الفرص باش نتلاقاو مع هاد الوجوه الخيره. المشاركه ديالي في هاد الدوره من المهرجان هي مشاركه في دوره تعليميه للسيناريو على شكل ورشات تعليميه، وغادي نتقاسم المعارف ديالي بخصوص السيناريو اللي هو قاعده ديال الفيلم السينمائي مع سكان أصل متعطشين للثقافة السينمائية. على امتداد 4 أيام ستتواصل أنشطة وعروض هذا الحدث السينمائي الوطني بإقليم أساتذاك، تظاهرات تقدم مساهمة في تكريس ثقافة سينمائية بالمنطقة وتقريب عديد الأعمال والأسماء الذائعة الصيت وطنيا ودوليا من جمهور المهرجان، وكذا التعريف بالخصوصيات الطبيعية والسياحية للإقليم والتي تتيح فرصا واعدة لتطوير صناعة سينمائية بأساتذاك. أعود إلى ضيفي في بلاطو الدكتور عبد اللطيف بن صفية. دكتور، كما تابعنا مهرجان آسا للسينما، يعني كيف يمكن أن تساهم هكذا تظاهرات فنية يعني في التسويق المجالي لهذه المناطق؟ بالفعل التظاهرات سواء سينمائية أو ثقافية أو غيرها دائما تكون مناسبة لجلب الأنظار إعلاميا وغيرها على المنطقة ككل، ليس على المنطقة من حيث يعني مظهرها أو تهيئتها، ولكن من حيث كذلك مواردها، رموزها الشخصية، من حيث كذلك مؤهلاتها الثقافية، من حيث مواردها البشرية ومواردها الاقتصادية وغيرها. إذن لابد أننا هنا نسجل أمر معين. هنا يتعلق الأمر بمهرجان للفيلم الوثائقي. والفيلم الوثائقي هو تقاطع ما بين المقاربة الإعلامية والمقاربة السينمائية الفنية. يعني حتى وإننا نتحدث عن المقاربة الفنية لمجال معين، فلا يمكن أن ننسى بأن هذه الأفلام الوثائقية وحينما تعرض لمجال معين فهي تسجل وهي تحفظ للذاكرة كل ما يمكن أن تخزنه أو تجمعه فيما يتعلق بهذه يعني الأمكنة. هذه التظاهرات هي كذلك مناسبة لبعث الروح الوطنية، لجعل أن الشباب يكتشفون ذواتهم، لجعل كذلك الفاعلين أنهم يحسون بأن أمرا ما أمرا جيد يقع ما بين ظهرانيهم. فلا بد إذن من أنه تعطى الأهمية، وهذا ما يظهر على أي حال. وما دمنا أننا هنا فنحن نشترك في مثل هذه التظاهرات ونشترك كذلك في مثل هذا الفعل. أظن أن اليوم نحن يعني بحاجة إلى العمل سويا لكي نجعل من كل هذه التظاهرات مناسبة للحديث عن ما حققناه وما نحققه وما يمكن لنا أن نستثمر فيه لكي نتقدم ولكي نقدم لمواطنينا الأحسن. جميل جدا، شكرا لك دكتور عبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للاتصال بالرباط، شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك معنا في نشرة الليلة. شكرا. وتلتقون بعد هذه النشرة مع لقاء خاص أجره الزميل محمد بتاح مع الإعلامي خالد ياسين. أبرز الأسماء على الصعيد الوطني، إنه الإعلامي المغربي خالد ياسين. هناك لاعبين قد يبدأون المباراة الأولى ويصابون،
لذلك تحضير كأس العالم، رحلة كأس العالم تستوجب التوقف عند كل هذه الجوانب والذهاب مسلحا بكل العدة التي تحتاجها ليكون. في موضوع آخر، وفي إطار الاحتفال بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء، نظم المجلس العلمي المحلي لبجدور بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والنيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، نظم ندوة علمية حول حدث المسيرة الخضراء المظفرة ورابطة البيعة الشرعية من أجل استكمال الوحدة الترابية. بريغنا عروسي ومحمد شارع. قاعة العروض بالمركز الثقافي وهذا الجمع من المواطنين والفعاليات المحلية في ندوة حول المسيرة الخضراء كمقوم من مقومات الوحدة الدينية والوطنية للمغاربة. محاور الندوة سلطت الأضواء على الدلالات العميقة والأبعاد الرمزية لهذا الحدث الوطني الذي صنعه المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. أمجاد المسيرة الخضراء الغنية بالدروس والعبر استحضرها المتدخلون من خلال عروض علمية. تناولت في عرضي ومداخلتي العلمية موضوع البيعة الشرعية كمنطلق أساس لتنظيم مسيرة فتح الحسنية من خلال الحديث بالدليل الشرعي والتاريخي، من خلال الحديث عن ظهائر التوقير التي حظيت بها ساكنة وقبائل الصحراء من طرف العرش العلوي المجيد كظهائر المولى إسماعيل والمولى الحسن الأول وأولاده من بعده. اللقاء تضمن مداخلات بالمناسبة أكدت على الأهمية البالغة التي تحظى بها هذه المناسبة الوطنية خصوصا بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية. رابط البيعة وحدث المسيرة الخضراء كان هو عنوان الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور بتنسيق مع مندوبية الشؤون الإسلامية ومع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وأكيد أنه انطلاقا من الأدوار المنوطة بالمجلس العلمي من خلال التعريف بهذه الثوابت الوطنية، جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء من مختلف الزوايا على هذا الحدث، حدث المسيرة الخضراء واستكمال الوحدة الترابية. دور المرأة المغربية في إنجاح حدث المسيرة الخضراء، تلكم الملحمة التاريخية التي قادها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ولم تكن المرأة بمعزل عن شقيقها الرجل، بل شاركت بنسبة 10% من المشاركات التي شاركنا ووضعنا بصماتهن. أشغال الندوة توجت بتكريم بعض الشخصيات المشهود لها بخدمة الحقل الديني بالإقليم، لترفع في الأخير برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس. وكما أشرنا إلى ذلك في عناوين النشرة، وعلى مساحة 1000 هكتار من تراب جماعة الجريفية أحدث مشروع إعداد الهيدروفلاحي أحد مشاريع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وعن تقدم إنجاز هذا المشروع الذي رصد له مبلغ مالي قدر ب 465 مليون درهم يدور الروبورتاج التالي لبريغنا عروسي ومحمد شارع. جنوبي شرق مدينة بوجدور بمنطقة الجريفية مجهودات بذلت من أجل تنمية وتطوير القطاع الفلاحي من خلال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة 1000 هكتار لتنمية سلسلتي الخضروات والحليب، مشاريع تأتي لتوفير مياه الري وتحسين دخل الفلاحين وخلق مضافة فلاحية تقدر ب 115 مليون درهم، وزيادة الإنتاج الفلاحي ب 1750 طن من الحليب و 600 طن من اللحوم الحمراء و 50,000 طن من الخضروات، جنبا لإحداث أزيد من 1000 منصب شغل جديد ودائم. فماذا عن نسب الإنجاز؟ تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع تهيئة مدرسة تقوية على مساحة 1000 هكتار بمنطقة جريفية لتنمية سلسلة الحليب والخضروات، وهو مشروع مهم جدا
حيث يبلغ تكلفته الإجمالية 465 مليون ديال درهم، منها 270 مليون ديال درهم الخاصة بالإعداد الهيدروفلاحي اللي كتضم واحد مجموعة من المكونات، منها حفر أثقاب مائية عميقة، وأيضا إنجاز محطة لتصفية وضخ المياه، وأيضا إنجاز أحواض لتجميع وتخزين المياه، بالإضافة إلى كل المنشآت المتعلقة بتجهيز الضيعات بالري الموضعي. هكذا إذن تفرض منطقة جريفية نفسها بالنظر لتواجد مساحات هامة من المراعي والأراضي الفلاحية التي رسمت لها بالمنطقة عدة أهداف، على رأسها تنويع جديد لقطاع الفلاحة عوض الاعتماد على نشاط تربية الماشية، حيث سيخصص 500 هكتار منها لإنتاج الأعلاف الكلائية لتطوير سلسلة حليب الأبقار، كما سيتم تخصيص 500 هكتار الأخرى لزراعة الخضروات تحت البيوت المغطاة، وبناء وحدة لتثمين الخضروات واقتناء المواشي، وبناء وحدة لمعالجة الحليب. هذا المشروع الطموح من بين الأهداف ديالو سيمكن إن شاء الله من إنتاج أو من رفع من الإنتاج الفلاحي إلى 50 ألف طن من الخضروات، وأيضا 1750 طن من مادة الحليب، و600 طن من اللحوم الحمراء. وهو المشروع الذي سيمكن أيضا من رفع من القيمة الفلاحية المضافة إلى 115 مليون درهم، بالإضافة إلى خلق 1000 منصب شغل قار. بالنسبة للمراحل الأساسية التي تمر منها المياه، كاينة المرحلة الأولى اللي هي جلب المياه من الأثقاب، والمرحلة الثانية تبريد هذه المياه عن طريق أحواض التجميع الباسان دو رفواديسمون. بالنسبة للمرحلة الثالثة تمر المياه عبر وحدة ديال التصفية لاستاسيون ديمينيغاليزاسيون، ثم يتم ضخها نحو أحواض التخزين. المرحلة الرابعة تمر المياه عبر محطة الضخ إلى شبكة الري بالضيعات. وبانتهاء الأشغال بمشروع تهيئة المدار السقوي بجريفية في شطره الأول الذي يهم 250 هكتار، ستشهد المنطقة قفزة نوعية في قطاع الفلاحة من خلال مشاريع فلاحية عصرية قادرة على إعطاء بعد أكبر للمدينة وللجهة، مشروع فلاحي تراهن عليه المنظومة المحلية من أجل مواكبة الإدماج المهني للشباب من خلال توفير فرص الشغل المدرة للدخل عبر عروض تثمين الأراضي الفلاحية ودعم إقامة المشاريع الفلاحية جنبا لخلق المقاولات الفلاحية. لبى يوم أمس نداء البارئ عز وجل المرحوم الحبيب أيوب عوبة أحد مؤسسي وقيادي سابق في جبهة البوليساريو، عاد إلى أرض الوطن عام 2002 تلبية لنداء إن الوطن غفور رحيم. الفقيد أوريا جثمانه الثرى بمنطقة تفارتي بإقليم أسمرة بحضور عدد من الشيوخ وعيان القبائل الصحراوية وأقارب الفقيد. التفاصيل مع محمد تيرزي ومبارك بس. إلى مطار سمرة طائرة تقل جثمان الفقيد أيوب الحبيب عوبة، أحد القادة البارزين ومن مؤسسي جبهة البوليساريو. انتقل المرحوم الحبيب أيوب إلى الرفيق الأعلى بعد سبعة عقود ونيف، تاركا إرثا تاريخيا واجتماعيا تتناقله الألسن في كل الاتجاهات، وتحفظه ذاكرة من عاصروه وتبع تفاصيل حياته التي عرفت منعطفا تاريخيا بعد عودته إلى أرض الوطن سنة 2002 ملبيا النداء إن الوطن غفور رحيم. دخل الفقيد إلى حضن الوطن وحظي باستقبال ملكي، كما وشحه جلالة الملك محمد السادس بوسام ملكي من درجة قائد خلال الزيارة الملكية التاريخية سنة 2015 إلى مدينة العيون. حبيب أيوب هو ولد مقاوم، أبوه من أعضاء جيش التحرير اللي كانوا ناضل من أجل الاستعمار الإسباني والفرنسي في آخر الخمسينات، ولبئ نداء جلالة الملك، وكان فعلا أنه استقبل جلالة الملك وكرمه
وكبر بي. أيوب الحبيب، اليوم تفقدوا الأمة المغربية عامة، احنا بصفتنا نعزوا الأهل ونعزوا الأصدقاء ومحبي يعني هذه الشخصية، الشخصية التي ولدت في تفاريتي وكذلك أيضا دفنت في تفاريتي بالضبط في نفوذ ترابي لجماعة تفاريتي. هذه الشخصية اللي قدوة لأبناء الأقاليم الجنوبية واللي قدم خدمات جليلة وجليلة جدا لهذا الوطن، يعرف بالكرم ويعرف بالنزاهة ويعرف بالتقدير والاحترام. شخصية قل مثيلها اللي قالت في واحد الوقت لا، لا للغرور، لا للمغالطات. شخصية وطنية فذة. هو خسارة لا بالنسبة للأسرة ديالو الصغيرة، ولا بالنسبة كذلك بالنسبة للقبيلة، ولا بالنسبة للأقاليم الجنوبية كاملة. نطلب الله تعالى الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. إنسان اللي أعطى الشيء الكثير، اتسم بوطنيته، اتسم كذلك بكفاءته، واللي خلى كثير من المحبة في قلوب هذه الناس قاطمة هذه الأقاليم الجنوبية، واللي نتمنى له إن شاء الله الرحمة والمغفرة، ومعزين فيه الأسرة ديالو الصغيرة ولكن كذلك معزوا فيها أنفسنا كاملين. هذا الراجل اللي نعرف من صغره، احنا هذا قلنا عليه من سنة شاشرة في إسبانيا، وقلنا على رجاج بشوش، المعطاء كلمته نتيجته، وعرفناه في السنوات الأخيرة بعد عودته للوطن تلبية النداء الملكي، عرفناها بطبيعته، راجل ذو مواقف، راجل كلمته نتيجته والخيمة كبيرة ومروته، ولا نقدر نقول عنه يكون على انه من خيرة هذه القبيلة اللي هي. أقول في حق هذا الرجل العظيم لأنه ولد مجاهدي الحبيب العبام، كان من قادة جيش تحرير والده، وكان هو الأمور بخواتمها، اختمل الله بالسعادة بيع جلالة الملك، واختمل مولانا بالسعادة لأنه اندفع مع والديه وأعمامه، وهذه هي حسن الخاتمة رحمة الله عليه. بتراب منطقة تفاريتي التابعة لإقليم السمارة دفن جثمان الفقيد أيوب الحبيب عوب، الاسم البارز وسط قبائل الصحراء بمختلف تياراتها ومسمياتها، وأحد أبرز أعيان قبائل الشرفاء الرقيبات البيهات. كان قيد حياته أحد أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. يودع هذا الإقليم وأهل الصحراء عامة والمملكة المغربية بصفة أخص، نودع شخصية ورجلا بطلا من هذه الأقاليم، فنسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان، وأن يتغمده مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الحبيب أيوب هو اللي نقدر نقولوا فيه على أنه نعرفه يعني من السبعينات، ونعرفه من بعد ذلك من لب النداء الوطن، إن الوطن غفور رحيم، وحظى باستقبال صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس، وحظى بثقته، وظل يعني يعمل من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل لم الشمل إلى أن وفاه الأجل المحتوم رحمة الله علينا وعليه. اليوم تفتقد الساحة الوطنية رجل من طيال الكبار، رجل صنع التاريخ ولا زال يصنع التاريخ، رجل اللي كان من خيرة ما أنجبه هذا الوطن، أنه الحبيب ولد سيدي ولد أيوب، رجل صنع التاريخ ولا زال يصنعه، واليوم كان عزو أنفسنا نعزو وطننا ونعزو الجميع. أيوب الحبيب ولد سيدي ولد أحمد الحبيب، هذا الرجل له تاريخ لا ينسى أبدا، صنع تاريخ بيده، وكان من الناس الأوفياء لجلالة الملك لأنه طبق
نداء الملك الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم، والله يرحمه ووسع عليه وعفو عنه، تاريخه ما يقد حد يحده. اختلفت انتماءات الحاضرين من المسؤولين من أعيان القبائل الصحراوية في جنازة الفقيد أيوب الحبيب عوبة، إلا أنهم اتفقوا هنا على الوقوف في جنازة عالم من أعلام الصحراء الذي ورثه بعد مسيرة طويلة في حياته وما تحمله من دلالات، عاد فيها إلى حضن الوطن ليوارى جثمانه بثرى الوطن بين أهله وذويه. الزميل غالي القرحي، ومن خلال تقريره التالي يطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد. نسأل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأخبار. وكتبت: كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن توجيه جلالة الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل حوار ثنائي بالمغرب. وتأتي هذه الدعوة بعدما قرر جلالة الملك عدم المشاركة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر العاصمة. وقال ناصر بوريطة إن الملك وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل الحوار، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي لم يتلقى أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال جلالة الملك. وأعرب رئيس الدبلوماسية المغربية عن أسفه لعدم وجود رد عبر القنوات المناسبة. وأضاف بوريطة ردا على تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة التي تفيد بأن الرئيس تبون كان سيستقبل رسميا جلالة الملك محمد السادس لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة، أن هذا النوع من الاجتماعات لا يمكن أن يكون مرتجلا في صالة المطار. وأكد وزير الخارجية الذي يمثل المغرب في القمة العربية أن جلالة الملك محمد السادس أعطى توجيهاته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى الرئيس تبون لأن هذا الحوار لا يمكن أن يتم في الجزائر العاصمة، معبرا عن أسفه لعدم تلقي أي إجابات عبر القنوات الملائمة. يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس: أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج جوابا على سؤال غياب جلالة الملك عن القمة أن جلالته تابع التحضيرات، إلى أن اعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي ثنائي حالت دون مشاركته شخصيا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في المنطق بمؤتمر للجامعة العربية تحتضنه دولة عربية وليست قمة دولة معينة تنظمها وفق أجندتها الخاصة. وأوضح بوريطة في مقابلة مع قناة العربية أن قواعد العمل ودفتر التحملات والمرجعيات التي تحكم القمة هي مرجعيات الجامعة العربية، وأن البلد المستضيف يشتغل وفق تلك المرجعية. ومن هذا المنطلق يضيف بوريطة: كانت هناك تعليمات جلالة الملك لحضور المغرب على مستوى كبار الموظفين وأيضا المندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري، وأن يشارك بشكل بناء لأن التحديات التي تواجه القمة هي تحديات كبرى. صحيفة بين اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد: افتتحت أمس بالجزائر القمة العربية 31 التي يتضمن جدول أعمالها عددا من البنود ومشاريع القرارات، كما بحث القادة العرب احتلال إيران لجزر الإماراتية الثلاثة والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة إن الدول العربية في حاجة ماسة لاستراتيجية شاملة للتعامل مع حالة الأزمة الممتدة التي يشهدها العالم، داعيا إلى تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها في مواجهة صدمات داهمة ونوازل مفاجئة. صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: ينطبع حدث احتفال المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء كل سنة بعدد من الدلالات والأبعاد، منها مثلا اعتبار الحدث فصلا من فصول حروب السلم التي تمكن فيها المغرب من استعادة جزء من ترابه بدون أن تراق قطرة واحدة من دم أبنائه، ومنها ثانيا التأشير على الصيغة النوعية التي تدير بها الأمة المغربية رهانات تحرير ترابها والكيفية التي تدير بها الصراع مع الخصوم والأعداء.
ومنها كذلك الدرس الذي يقترحه المغرب بخصوص مشاريع النماء والتعمير التي أرساها في مناطقه المسترجعة. وهذا الدرس هو الذي يتمحور حوله ملف هذا العدد انطلاقا من شهادات المهتمين بهذا الموضوع، واعتمادا على ما يعتبر إنجاز ضخم في تاريخ تعمير وتأهيل المناطق المحررة، وذلك لاعتبارات منها أنه حين استعادت المملكة صحراءها لم تدخل في مرحلة عطلة أو استراحة، بل شاءت مشيئة أعداء الوحدة الترابية أن يأووا كيانا وهميا فوق أرض الجزائر وعلى حدود بلادنا، وأن يسلحوه ويمولوه، في حين أن المغرب واجه حرب النماء والتعمير في الصحراء ونجح في الرهان، متحديا خبث ومؤامرات الأعداء واستراتيجيتهم المدمرة، علما بأنه لا يزال بلدا ناميا. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم نافع والحبيب والبوجمعة الفريطيس عن سنين تنازو 86 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة إيت الحسن إيت يحيى. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم يهديها من المحجوب والعلية والبوشلقة عن عمر ينازو 92 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة إيت الحسن إيت بوكزاتن. تغمد الله الفقيدين بوسع رحمته واسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس حارا على العمومة. مقاييس درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط، ومن المتوقع أن تسجل 23 مئوية، 30 بكل من آسا والزاك، 32 بقليمين، 35 بالطنطان، 33 بسمراء، 34 ببكرع، 32 ببجدور، 35 بالعيون، 25 بالطرفاية، 35 بالطنطان، و 29 بسيدي إفني. 35 بالقويرة وأو سرد، 32 بكل مقلة الزمور والداخلة، و 33 بأم دريكة. بالنسبة لحالة البحر سيكون قليل هيجان وعلو الموج سيصل إلى المترين بحول الله تعالى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى سيكون على الساعة 8:07، أما غروبها فعلى الساعة 7:05. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا: 31 بتندوب، 32 بالرابوني، 35 بباماكو، و 37 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. إلى التذكير بالعناوين: بأديس أبابا جائزة إفريقية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه نظير تفانيه وإسامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادرته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. وكان ضمن النشرة ختام أشغال القمة العربية بالجزائر بإشادة لمجلس جامعة الدول العربية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس الشريف. وكان ضمن النشرة وفي إطار فعالية الأيام الجامعية إعلام والفن نظمت جائزة العيون الكبرى لأفلام الطلبة، جائزة موجهة لمختلف شباب وطلبة الجامعات بربوع المملكة. وتابعنا من بوجدور تقدم إعداد المشروع الهيدروفلاحي أحد مشاريع النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية والمنجز على مساحة 1000 هكتار من تراب جماعة الجريفية. وفي النشرة أيضا تابعنا تشييع جثمان الراحل الحبيب أيوب عوب أحد مؤسسي وقيادي سابق في جبهة البوليساريو الذي وري جثمانه الثرى اليوم بمنطقة تفارتي بإقليم أسمرة.
ختاما لكم تحيات الطاقمين الصحفي والتقني المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة العيون. أطيب المنى والسلام عليكم.